طريقة وضع نقاط التحرير للجسور المستمرة، بصفة أن هذا المشروع عبارة عن مشروع بنظام بيم كولوم أو الكاميرا والعمود أو الجسر والعمود. أولا أظهر اللوكال أكسس للعناصر الخطية هنا، طبعا ظهرت معي اللي تبين لي فين بداية ونهاية كل جسر. تمام. طيب هذا نهاية الجسر هنا وبدايته هنا، هذا بدايته هناك، وهذا الجسر الثانوي، وهذا الجسر، وهذا الجسر، جسور الثانوية كامل. هي اللي بسوي لها جزء تحرير من الطرفين، أساين فريم لاين ريليز، أصبحت محررة من الطرفين. نحط بس الجسر الثانوي، هذه ثانوية. بعدين معانا خطوة ثانية اللي هي هذه وهذه. الآن فين نحرر النقاط اللي عندنا؟ أساين فريم لاين فريم ريليز، هذا بحرر البداية، البداية هذا بحرر فيها البداية. هذا أيضا بحرر فيها البداية. وهذا الجسر بحر هذا وهذا 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 بحرر فيهم النهاية end. شوف النهايات اللي تحررت الآن. تمام. هذا بحرر فيها البداية، هذا بحرر فيها النهاية. فاهم أنت ليش أحرر صح الآن؟ كويس، فاهم، عارف إيش معنى بداية ونهاية من شكل السهم. تمام، ممتاز. هذه الكنتليفرات بحررها من النهاية، من هنا يعني نهايتها. هل تشد على البداية؟ ها؟ تحرير ها؟ لا، هذا السهم معكوس، السهم هذا معكوس، شوف كيف مغالطة، شوف كيف الآن. لا نحرر بداية نهاية، حرر نهاية. عفوا، أيوة بداية. شوف السهم كيف صغير. أيوة، لأنه كان نبدأ هناك أيوة. طيب الآن الشيء مقارن مع الورقة اللي فعلنا لهم إكس. إكس، تمام، إكس، تمام، إكس، تمام، إكس وإكس، تمام. هذا تمام الإكس حقه. هذه 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 هذه، ايش باقي؟ هذا اللي فوق. بالنسبة لل بالنسبة للكندلي،